أهلا وسهلا فيكم في دورة تعرف على مزايا قيود، واللي تخص اليوم دورة التقارير اللي راح نتكلم فيها عن أنواع التقارير اللي موجودة في قيود وإمكانية الاستفادة منها بشكل كامل. عندي عدة تقارير هامة لكل محاسب أو كل رائد أعمال. راح نبدأ بقائمة الدخل اللي توضح لي ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة خلال الفترة المالية، واللي توضح لي فيها إيرادات ومصروفات المنشأة، بحيث أني أنا أعرف كم ربحت في هذه السنة، كم كان إجمالي ربحي أو إيراداتي، ومن ثم حساب المصاريف، وأخيرا يطلع عندي صافي الربح أو صافي الخسارة. راح نبدأ بقائمة الدخل. قائمة الدخل مثل ما نشوف عندي التاريخ، عندي المقارنات، بإمكاني أني أقارنها بالسنة الماضية أو الشهر الماضي أو الربع السابق مع تحديد الفترات، هل أبغى ربعين من الفترة أو ثلاث أرباع أو مثلا 3 شهور 4 شهور، مع تحديد المستويات اللي موجودة عندي. بإمكاني فقط أعرض نوع الحساب. لما نشوف نوع الحساب نلاحظ أن تطلع لي أنواع الحسابات اللي تم اختيارها في شجرة الحسابات في عمود نوع الحساب. نوع الحساب هو اللي يتم تحديدها في قائمة الدخل. مثل ما نشوف عندي التكاليف التشغيلية، طلعت لي على حسب أنواع الحسابات اللي موجودة. لو عملت إعادة تعيين راح نلاحظ أنه أسماء الحسابات مع تفصيلاتها راح تطلع لي موجودة، يعني بدون ما يكون في تفصيل أو تجميع من خلال نوع الحساب. راح نشوف إنه نحدد الشهر الماضي أو 3 فترات من الشهر الماضي، بكذا نقدر نقارن قائمة الدخل الشهرية في الفترة. نلاحظ إنه في 31/8 كانت 17,000 المبيعات، في 31/7 مبيعاتي 20,000، أما في 30/6 كانت مبيعاتي 37,000. ففي النهاية راح أشوف إنه صافي الربح عندي في شهر 8 13,000، في شهر 7 كان 1000، وفي شهر 6 عندي 16,000. ممكن نستغرب التباين اللي موجود، أحياناً يكون بسبب الرواتب أو بسبب وجود تكلفة عالية للبضاعة. مثل ما نشوف المبيعات 20 كانت تكلفة البضاعة 15,000، بعكس البضائع المباعة في شهر 6 كانت 37، وتكلفة البضاعة تقريباً كانت عبارة عن 30% من تكلفة أو من سعر المنتج. فهذه فائدة استخدام المقارنات اللي موجودة سواء بالشهر أو بالربع أو الأسبوع أو اليوم السابق. وكذلك عندي خاصية الفحص، اللي لما أضغط على خاصية الفحص، أول ما أضغط على أي مبلغ موجود راح أقدر أعرف كل مبلغ جاني من مين. فإحنا مثل ما نشوف مبيعاتنا توزعت على 4 عملاء، كان منها النصيب الأكبر للأريا 25 9300، وبعدها سيتي دبليو، بعدها سوبر ماركت دانوب، وأخيرا سوبر ماركت كارفور. كذلك من خلال الفروع والمخازن راح أعرف مبيعاتي تقسمت على أي مواقع اللي موجودة في قسم المنتجات والتكاليف من ضمن المواقع. فنلاحظ المركز الرئيسي 4,000، أبها 6,000، وهكذا. فكانت مبيعاتي الأكثر كانت من موقع أبها. كذلك من خلال المنتجات أعرف منتجاتي جتني من أي، أو مبيعاتي جتني من أي منتجات بالضبط. فلاحظ أنه مكتب التلفزيون كانت ب10,000، مبيعاتي 10,000 منها كانت من خلال مكتبة التلفزيون، عندي 5,000 كاميرا، وهكذا. كذلك المشاريع، لو أنه في أشياء مرتبطة بمشاريع في قسم المهام والمشاريع، وقت ما عملت فواتير المبيعات راح ترتبط بالمشاريع. فنلاحظ أنه الـ XY Project 15,000، ABC Project 7,000، وعندي 5,000 غير محددة بأي مشروع. كذلك المستندات، ألاحظ أن فواتير المبيعات ب 23,000، كان إشعار الدائن بالسالب 5,464. نسوي إعادة تعيين، نرجع قائمة الدخل مثل ما كانت. نلاحظ أنه إحنا نقدر كمان نبحث فقط من خلال المستوى، أني أوضح بعض المستويات اللي تظهر عندي في الصفحة. كذلك عندي التحليل المتقدم. التحليل المتقدم أقدر أحدد التاريخ من بداية الفترة اللي أبغى أشوف فيها قائمة الدخل حتى نهاية الفترة. كذلك من خلال نوع التصفية، وهي جداً مهمة اللي بتساعدكم
التحليل لتقاريركم من خلال نوع التصفية، يقصد فيها أني أشوف قائمة الدخل على شيء معين. مثلا أبغى أشوف قائمة الدخل الخاصة بمشروع معين، فبنزل تحت أختار اسم النوع المشاريع وأكتب اسم المشروع وأضغط على بحث، فبيطلع لي قائمة الدخل الخاصة بالمشروع. فهذه الصفحة هي نفسها اللي موجودة في المهام والمشاريع. لما أروح للمشروع وأضغط على XY Project راح أشوف نفس القيمة للمشروع، لأنه عندنا قائمة دخل مصغرة للمشروع في صفحة المشاريع. كذلك من خلال نوع البعد عندي أشياء تمت إضافتها كمراكز تكلفة في الحقول الإضافية، مثل اسم الموظف أو مثلا اسم المندوب. راح نختار عدة موظفين في خانة الأبعاد عشان أقارن مبيعات الموظفين اللي عندي، فبضغط على بحث. نلاحظ أنا اخترت فقط 5 موظفين، فشفنا أحمد عبد الله 0، حسن عبد الله 3200، شيماء 56، خالد 15، أحمد خالد كان 5000. فأنا لو أبغى أعطي للموظف عمولة بناء على إجمالي المبيعات، فراح أفتح على قائمة الدخل. إذا أبغى أحددها على مشروع محدد أختار المشروع، وإذا أبغى أقارنها بين عدة موظفين راح أختار الـ3 خطوط اللي هي الأبعاد، أختار منهم الموظفين وأضغط على بحث. فمثل ما نشوف كان أحمد خالد بـ5000، مبيعاته كانت بـ5000 ريال. كذلك بإمكاني فقط أستخدم الأبعاد من خلال التحليل المتقدم، وأختار الأبعاد مثل الموظف وأختار الموظفين اللي عندي وأسوي بحث، فبيطلع لي قائمة الدخل موزعة على المبيعات الموظفين اللي عندي. فنلاحظ محمد 57000، أحمد 24، حسن، شيماء، خالد بالمبالغ اللي موجودة مع. كذلك معرفة صافي الربح النهائي بعد المبيعات، لو حسب الاتفاق بينكم بين المندوب هل هو يكون على صافي الربح أو من خلال الإجمالي المبيعات أو حتى إجمالي الربح. كذلك بإمكان أنه إحنا في التصفية نختار موقعين. مثلا لو أنا بحدد في نوع التصفية على حسب المواقع اللي موجودة في المنتجات والتكاليف، راح أنزل تحت أختار الفروع والمخازن وأحدد مثلا الأحساء والخبر والدمام، يعني أبغى أشوف مناطق الشرقية مع بعض. بضغط على بحث فبتطلع لي قائمة الدخل الخاصة بالـ3 مدن هذه مع بعض، يعني جمع. لكن لو أبغى أقارن بين هذه الـ3 مناطق راح أحطها في نوع البعد في الـ3 خطوط، أختار الفروع والمخازن ويتم اختيارهم مقسومين عن بعض. مثل ما نشوف نلاحظ أنه تم تقسيمها على الـ3 مدن اللي تم اختيارها في البعد، فهذا الفرق بين التصفية والأبعاد. كذلك ممكن نفعل الفحص ونضغط على المبلغ ونشوف إيش مين العملاء اللي وردوا لي المبلغ أو إيش المنتجات. كذلك لو أبغى أصفي على موقع واحد وأقارن العملاء اللي دخلوا لي هذا المبلغ، فأختار نوع التصفية على الفروع والمخازن، أختار الموقع مثلا الدمام، ونوع البعد أحدد العملاء وأختار العميل وأبحث، فبيطلع لي سوبر ماركت كارفور 8000 وسوبر ماركت الدانوب 26000 كمقارنة بينهم. بإمكاني على أي ما كانت قائمة الدخل أضغط على تصدير وأحمل إما بصيغة إكسل أو بصيغة PDF للمراجعة أو لحفظها عندي في قوائم معينة. فمثل ما نلاحظ قائمة الدخل تظهر ما في شعار، لأنه ممكن نطبعها على ترويزة المؤسسة. كذلك عندي المقارنة اللي موجودة في القائمة ظهرت عندي في قائمة الدخل بعد التصدير. واضحة قائمة الدخل؟ هل في أي سؤال أو استفسار؟ لأنه دائما يصير في عليها أسئلة في التحاليل أو كيف معرفة المبيعات خاصة بفرع معين أو مندوب معين. طيب ننتقل للتقرير الثاني اللي هو الميزانية العمومية اللي توضح لي موجودات المنشأة، يقصد بالموجودات اللي هي الأصول، إيش تملك المنشأة، كذلك الخصوم أو الالتزامات، أي التزام عليها سواء كانت قروض من البنك أو سلع أو يعني تم
اقتراض معين أو أي مجمع الاستهلاك، كلها تطلع عندي في الخصوم أو جانب الالتزامات. بالنسبة للحقوق الملكية هي قدر المساهمين اللي ساهموا في المنشأة، سواء كان رأس المال أو أي إيداعات تمت في المنشأة. فإحنا راح نطلع على الميزانية العمومية، وكذلك على ميزان المراجع اللي يظهر فيه لي كشف كامل يوضح لي الأرصدة الافتتاحية والأرصدة الختامية مع قناة الحركة وصافي الحركة، بحيث إنه يتم تتبع الحسابات كاملة. وأكيد إحنا لما نبغى نطلع قوائم مالية مدققة راح يطلب مني المراجع ميزان المراجعة، من أهم التقارير المطلوبة من المراجع وهي ميزان المراجعة. كذلك دفتر الأستاذ، أي عملية تتم راح تترحل إلى دفتر الأستاذ، هو اللي يسجل لي جميع العمليات الخاصة بقائمة الدخل والمركز المالي، وكذلك أقدر أعرف رصيد كل حساب من خلال دفتر الأستاذ. خلونا نروح للميزانية العمومية. التحليل المتقدم والفحص نفس ما شرحناه في قائمة الدخل. لما أضغط على خانة الفحص وأضغط على حساب مثلا بنك أو النقدية في الخزينة للموظف محمد، راح أعرف من وين جتني النقدية في الخزينة. مثلا أودعت لي مدرسة الأوائل 3000 من خلال سندات العملاء في قسم المبيعات، سارة مجدي 2300، دانوب بالماينس لأنه يعني دفعنا بالأكثر للسوبر ماركت في هذه الفترة، سوبر ماركت كارفور بخمسة ريال. ولاحظوا أنه عندي غير محدد 12000. فكرة الغير محدد أنه صار عندي إيداع في النقدية في الخزينة مو من خلال سندات العملاء، وإنما من خلال الأرصدة الافتتاحية أو من خلال القيود اليدوية. فنلاحظ في المستندات جاء عندي 6000 من القيد السهل، سند موظف بالماينس 2000 يعني دفعنا 2000، كذلك قيد يدوي ب 12000، والسندات كانت 6000 اللي استلمتها من العملاء. كذلك من خلال الموظفين أنا سددت من النقدية في الخزينة الموظف محمد الشيماء 1240، محمد سدد لي 100، فالماينس السداد والزائد بالاستلام المبالغ. كذلك إذا كان مرتبط بمشروع محدد من خلال السندات بيظهر عندي أسماء المشاريع، أو كذلك الفروع والمخازن لو في ارتباط مع الفروع والمخازن كذلك هذه العملاء، أو كذلك صفحة الموردين إذا سددت للمورد من خلال النقدية في الخزينة. كذلك عندي مثلاً بنك الجزيرة 68000، فنفس الفكرة من خلال الفحص أقدر أستعرض المبالغ وأفحصها وأشوف من وين جتني. وعندي التحليل المتقدم، لما أفتح التحليل المتقدم نلاحظ أنه نقدر نحدد ميزانية عمومية حتى تاريخ مثلا لو أبغى أراجعها لين 20/20/31/12، أفتحها وأحدد التاريخ وأضغط على بحث بحيث أني أشوفها حتى 31/12، نلاحظها ب المبالغ تغيرت عندي. كذلك المستويات بإمكاني فقط أعرض نوع الحساب وأشوف أنواع الحساب اللي تظهر عندي. كذلك بإمكاني أني أسوي التصفية للميزانية العمومية بناء على الحقول الإضافية اللي تم اختيارها مثل المدينة، وأحدد فقط مدينة الرياض وأسوي بحث فتطلع لي الحقول، يعني ميزانية عمومية مخصصة بناء على الحقول أو من خلال المشروع أو من خلال المنتجات اللي عندي أو من خلال العملاء أو من خلال فروع المخازن. الموضوع مفتوح، أقدر في التصفية أختار عدة مواقع بحيث أن يعطيني مجموع الخبر والدمام مثلا، مثل ما تكلمنا أن التصفية عبارة عن مجموع، فبيطلع لي مجموع الدمام والخبر مثل ما ظهر عندي. ومن خلال نوع البعد أقدر أني أقارن من عدة جوانب حسب الرغبة. وفي الميزانية العمومية نشوف البعد بدون ما نحدد نوع التصفية، حددنا الفرع واخترنا الفروع اللي موجودة وأسويت بحث فبيطلع لي ميزانية عمومية خاصة بكل فرع على حدة بالمقارنة. بإمكاني أني أصدر التقرير من خلال الإكسل أو من خلال البي دي إف. فالميزانية العمومية مثل كمان ما قلنا أنها توضح لي الأصول وكل النقد اللي ظاهر عندي والقيم الموجودة أو التأمين المقدم، وكذلك الالتزامات في الجزء الثاني اللي يوضح لي التزاماتي اللي لازم أدفعها سواء كانت لضريبة القيمة المضافة أو في
فيها مجمع استهلاك أو قروض، وأخيراً الحقوق الملكية اللي توضح لي نسبة مساهمة المساهمين في الشركة. في ميزان المراجعة، من خلال ميزان المراجعة نقدر نشوف كل حساب، كم الرصيد الافتتاحي، كم الحركة اللي صارت. نلاحظ النقدية محمد كان فيها حركات بالمدين بالزيادة وبالدائن بالنقص، فكان صافي الحركة 19,000 ناقص 8 يساوي 10,500. فبالتالي الرصيد الختامي هو مجموع الرصيد الافتتاحي زائد صافي الحركة، بيعطيني 24,000 ريال. من خلال أني أشوف حسابات المدينون، لاحظ أنه ميزان المراجعة يوضح لي حسابات المدينون أو حسابات العملاء بدون تفصيل عشان أفصل حسابات العملاء. كذلك بالنسبة لحسابات الدائنون اللي يوضح لي تفاصيل الموردين اللي عندي، يتم توضيحها من خلال الأعلى تحديد إظهار الحسابات التفصيلية. لما أحلل أو أضغط أو أفعل هذا الخيار راح تنفتح لي أسماء العملاء جميعهم اللي موجودين تحت حسابات المدينون بالتفصيل، كذلك من ناحية الموردين ضمن حسابات الدائنون، وكذلك أسماء الموظفين ضمن الرواتب المستحقة، بحيث أني أعرف كل موظف كم يستحق من الرواتب. من خلال نوع التصفية كذلك نقدر نشوف ميزان المراجعة الخاصة بموقع محدد، أحدد اسم الموقع وأضغط عليه وأشوف تحليل هذا الموقع، نحدد مدينة جدة، فبتطلع لي ميزان المراجعة الخاصة بمدينة جدة فقط مع إظهار الحسابات التفصيلية إذا كانت مرتبطة بحسابات معلقة. وكذلك أقدر أحدد فقط حساب واحد يظهر وهو حساب مثلا المخزون، فلو حددت حساب المخزون فقط راح يظهر لي في ميزان المراجعة حساب المخزون المبالغ اللي تطلع فيه. مع خيار الفحص أقدر أضغط على المبلغ وأشوف من وين جاني 4,500 فاتورة مشتريات، إشعار دائن 5,000، إشعار مدين، نقد مخزون، فاتورة مبيعات وهكذا. فبدون كمان نوع التصفية نقدر نحدد حسابات المدينون فقط مع اختيار الحسابات التفصيلية، فبكذا أقدر أطبع ميزان المراجعة الخاص بحسابات الدائنون فقط مع إمكانية تصديرها بالإكسل أو بالبي دي إف. عندي كمان من التقارير المالية ملخص دفتر الأستاذ اللي يطلع لي ملخص الحركة، مدين ودائن وصافي الحركة مع تحديد التاريخ، ممكن أحدد فترة محددة ومستويات محددة تظهر في دفتر الأستاذ، مع إمكانية تصدير دفتر الأستاذ بالتفصيل إلى إكسل اللي يوضح لي كل حساب إيش المبالغ اللي دخلت وإيش المبالغ اللي قللت من طبيعة هذا الحساب. مثل ما نشوف عندي دفتر الأستاذ يوضح عندي نقدية محمد مثلا، فيوضح عندي في أرصدة افتتاحية، نوعها، سنة قبض، صرف، بيت سهل، مع الرصيد المتراكم وأخيرا الرصيد النهائي اللي يطلع في الحساب. وغالبا دفتر الأستاذ هذا بالتفصيل يطلبه المراجع للمراجع. وإذا أحتاج أني أطبع ملخص دفتر الأستاذ موجود تحت عندي أيقونة التصدير إما بالإكسل أو بالبي دي إف. كذلك عندي التقارير اللي موجودة، دفتر القيود، كذلك عندي ملخص الحساب وكشف الحساب. راح نطلع على التقارير هذه المالية أولاً وبعدين راح ندخل في التقارير البيعية أو التشغيلية. كذلك عندي الإقرار الضريبي والمبيعات الضريبية والمشتريات الضريبية، كذلك أخيراً بنشوف رواتب الموظفين. في دفتر القيود أي عملية تتم في نظام قيود كعملية مالية يندرج وراها قوائم مالية سواء كانت في قائمة الدخل أو غيره، تنعكس عندي كدفتر قيود. أنا سويت فاتورة مبيعات، اخترت المنتج وبعته فقط، الدفتر القيود يترجم لي عملية المبيعات حسب الحسابات اللي تم اختيارها للمنتجات، حسب اسم العميل، يقص يعني يحول لي إياها إلى قيد يدوي اللي إحنا نسويه كمحاسبين. نلاحظ أنه قيد اليدوي عادي ينعكس، لكن مثلاً عندي فاتورة مبيعات أو نقل المخزون، نقلت المخزون من مكان إلى مكان، فرق معاي نقل المخزون. كذلك عندي فاتورة المشتريات، لما اشتريت بضاعة فجاء عندي في المخزون بالمدين، وحسابات الدائنون في الدائن، وضريبة القيمة المضافة تأثرت بالمدين لأنها
مدخلات وليست مخرجات. فجتني في المدينة، فنلاحظ أن إحنا فاتورة المشتريات هذه نشوف شكلها، إحنا فقط قلنا نبغى نشتري شيبس ليز 100 حبة ب99 قبل الضريبة، فالإجمالي كان 99، فانعكس عليه مخزون ب99، والمورد كم يطلبني؟ المورد يطلبني المبلغ كامل 113 ريال، والضريبة موجودة في حساب الضريبة في المدينة. بإمكاني أني أصدر دفتر القيود كامل ب البي دي اف او الاكسل، كذلك من خلال القيود اقدر اعرف مين المستخدم اللي سوى هذا القيد او اثر عليه كقيد. نلاحظ انه مثلا اسمي موجود، كذلك عندنا موظفه اخرى باسم فاطمه تم انشاء عمليات من خلالها. كمان اقدر احلل دفتر القيود من خلال اني فقط ابغى اشوف فواتير المشتريات في دفتر القيود، وكذلك فقط ابغى احدد مثلا تاريخ اليوم، فبسوي تاريخ اليوم فبيطلع لي فقط فواتير المشتريات الخاصة بتاريخ معين، مع إمكانية ترتيب القيود حسب إما بتاريخ القيد أو من خلال معرف القيد. لو اخترت تاريخ القيد راح يبدأ من بداية شهر، من تاريخ 3 أو 1 إلى آخر يوم، وإذا اخترت معرف القيد طبعاً ممكن إحنا ندخل شيء قبل شيء، فبيكون عندي لاحظ إنه عندي قيد 1086 5/8، والقيد اللي بعده جاني في 4/8 في 1187، لكن احنا حطينا التسلسل من خلال معرف القيد. كمان شفنا انه احنا لما نضغط على الفاتورة نقدر نشوف تفصيل الفاتورة لمعرفة تفاصيلها. ملخص الحساب، لو حددت حساب محدد واخترت الفترة اقدر اشوف ملخص الحساب كيف كان ماشي، فكان عندي في جانوري 1600 وتحركات الحساب وأخيراً أو أرصدة الحساب، وعندي بالأخير البالانس النهائي في أغسطس 2021، وكل شهر بشهر وكم القيمة الموجودة في الحساب كانت حتى تالي آخر يوم، مع إمكانية تصدير التقرير هذا إلى إكسل أو بي دي إف. بالنسبة لكشف الحساب، كشف الحساب نحتاجه جدا ضروري للعملاء والموردين على وجه الخصوص، كذلك ممكن نستفيد منه لمعرفة الحساب ضريبة القيمة المضافة وأشوف تفصيل ضريبة القيمة المضافة، وأي حساب يهمني أعرف كشف الحساب الخاص فيه. راح نبدأ بالعملاء. لو أبغى أعرف رصيد العملاء راح أحب أبحث من خلال حسابات المدينون، في التصفية أختار العملاء ومن ثم أختار اسم العميل مع تحديد الفترة. فلو أنا أبغى العميل يشوف رصيده من بداية التعامل لنهاية اليوم راح أختار مثلا من 2019، لو أنا بديت 2019 وبسوي بحث فبشوف كشف الحساب، نلاحظ أنه عندي أول عملية صارت بيني وبين هذا العميل كانت في 7/7، وكل التفاصيل الخاصة بالكشف جتني من فاتورة مبيعات، سنة قبض، وصف العملية، المرجع، إذا كان مدين دائن والرصيد النهائي فنلاحظ أنه جاي عندي بالسالب لأنه العميل دفع لي مبلغ أعلى من المبلغ اللي موجود أو الفواتير المقدمة للعميل. خلينا نشوف عميل آخر، نلاحظ أنه هذا العميل جاني بالموجب لأنه أنا الطبيعي أني أنا أطالب العميل بالمبلغ النهائي اللي جاي عندي بالموجب مع تفصيل الحركات اللي صارت ووصف العملية كانت من إشعار دائن أو إشعار مدين وغيره. نحدد الآن حسابات الدائنون. لما أبغى أطلع حساب المورد أحدد في التصفية بناء على الموردين وأختار اسم المورد، ويتم البحث من خلال اسم المورد ABC Company. بنلاحظ المورد عندي صفر في النهاية لأنه تم يعني خلاص كل الفواتير اللي قدم لي إياها سددتها، فنلاحظ من بداية التعامل لنهاية التعامل كل العمليات اللي تمت بيني وبين المورد، مع الرصيد إني النهائي بيني وبين المورد الثاني إني أصدر التقرير PDF، خاصة في نهاية الفترة السنة المالية بالعادة يطلبون مننا مطابقات بيننا وبين العملاء وبين الموردين، فغالباً مع طلب المصادقة نرسل معها كشف الحساب عشان إذا في أي اختلاف نقدر نطلع الاختلافات على طول. نموذج الإقرار الضريبي، نقدر نشوف إقرارنا الضريبي حسب طبيعة تسجيلنا، إما يكون شهري مع تحديد الفترة والسنة،
وأبحث كذا بشوف إقراري الضريبي في الفترة، كذلك بإمكاني إني أشوفها من خلال الربع السنوي وأحدد الربع، وأبغى أضغط على بحث فبشوف النموذج بناء على الأرباع اللي موجودة، فهي حسب تسجيل المنشأة إما شهري أو ربع سنوي مع إمكانية التصدير إكسل أو PDF. كذلك مع الإقرار الضريبي عشان أطابق المبالغ، فاللي يطلع عندي في إجمالي المبيعات أقدر من خلال فواتير المبيعات الضريبية أحدد الفترة مثلا من 1/1 إلى 31/23/21، فبشوف كل العمليات اللي تمت في فواتير المبيعات الضريبية، وأحيانا هيئة الزكاة والدخل الجمارك تطلب مننا التقرير المفصل من خلال إنها تعرف تتبع المبيعات أو للمراجعة، فبيطلع عندهم مرجع الفاتورة، وصف الفاتورة، اسم العميل والرقم الضريبي للعميل مع المجموع النهائي. فخلونا ناخذ كمان 1/4 إلى 30/6، فبيطلع لي كذلك إذا كنا مسجلين الرقم الضريبي بيطلع عندي الرقم الضريبي للعميل مع تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، ومجموع الفاتورة، و مجموع الضريبة اللي في الفاتورة هذه اللي شاملة ضريبة القيمة المضافة 3450، شاملة ضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للمشتريات الضريبية كمان تحديد الفترة تساعدني لمعرفة المشتريات الضريبية، كم المرجع الفاتورة، اسم المورد والرقم الضريبي للمورد. بس بالنسبة لإشعار المدين وإشعار الدائن لا ينعكس عندي في التقارير التفصيلية، فبيطلع عندي في خانة التعديل في الإقرار الضريبي، وأحتاج أنه أحيانا يطلبون مني تفصيل لها، فمحتاج أني أروح لخانة إشعار المدين والدائن في قسم فواتير المبيعات والمشتريات والاطلاع على التفاصيل. نستعرض الآن التقارير البيعية اللي عندي مثل ملخص المبيعات والمشتريات، تقرير مواقع المنتجات، حسابات العملاء المدينون، أعمار ديون العملاء، أعمار عروض الأسعار، وتقرير مبيعات المنتجات، حصص مبيع. خلينا نخلص المبيعات وبعدين نروح للمشتريات. طيب بالنسبة لملخص المبيعات والمشتريات، لو أبغى أعرف أنا كم كان ملخص مبيعات المشتريات خلال الفترة، أحدد التاريخ بداية الفترة ونهاية الفترة، بإمكاني أحدد موقع واحد فقط للإطلاع، وإمكاني أحدد عدة مواقع في نفس الوقت أو كل المواقع، أحدد الجهة، إما لو أنا أبغى أعرف فقط مبيعاتي أو مشترياتي من خلال عميل معين فبحدد فقط مثلاً ABC Company، فنلاحظ أن ABC Company مورد، فاختار لي على المبيعات وضغط على بحث، فبيطلع لي إذا كان في عمليات تمت بيني وبينه راح تطلع في الصفحة. كذلك ممكن نحدد بدون تحديد الجهة وأحدد المشتريات والمبيعات، بحيث أن يكون عندي عمود المشتريات وعمود المبيعات لمعرفة كل المنتجات، متوسط سعر الشراء والكمية والمرتجعات، كذلك عندي متوسط سعر البيع والكمية والمرتجعات وكمية المرتجعات، كذلك كل مجموع اللي يطلع عندي النهائي. بإمكاني أضغط على المنتجات غير المخزنة، لاحظ أنها تنفتح عندي، يعني هذه إحنا أضفناها كمنتجات غير مخزنة فما فيها كميات، يعني التراكينج، فنلاحظ أنه نقدر نفعلها ونقدر لا، ومن ثم يمكننا التصدير إلى إكسل أو PDF للتقرير. طيب لو أنا أبغى أحدد فقط مورد واحد مثلا سوبر ماركت كارفور وأبحث، فبنلاحظ كم بعنا لكارفور كانت فقط في شهر 8 منتج واحد ب99 ست وحدات، ما كان فيها أي مرتجعات تمت. نلاحظ كمان إنه إحنا بعنا خدمة لا تخزن ب2000 ريال للعميل. تقرير مواقع المنتجات، لو أبغى أعرف منتجاتي كم الكميات اللي موجودة في كل موقع، خلونا نضغط على إظهار الكل، نلاحظ إنه عندي مثلا الآيفون 11 في أبها 34، الدمام 6، جدة 2، المركز الرئيسي 9، فبيعطيني زي المتابعة بين المواقع بحيث أني أعرف كمية كل موقع مع المكان اللي هو فيه، فإحنا ممكن نلاحظ أنه في كمية عالية في أبها، فممكن نطلب منهم
ينقلون بعض الكميات إلى مدينة الرياض أو أي عمل جرد مخزون للتأكد من الكميات. بإمكاني كذلك فقط أظهر مدينة جدة فقط، فبشوف مواقع جدة، فنلاحظ أنه المنتجات اللي عندي كم مجموعها في جدة وإمكانية التصدير، بحيث أنه إيش ممكن من خلال مواقع المنتجات نقارن بين الكميات اللي موجودة والفعلية، أو يعني تجهيز تقرير خاص بالإدارة لمواقع المنتجات. بالنسبة ملخص مستحقات العملاء، لو عندي مندوب حاب يعرف كم ملخص مستحقات العملاء بدون ما أفتح له تقارير ثانية، أعطيه ممكن خاصية الاطلاع على تقرير ملخص مستحقات العملاء، راح يطلع عنده قائمة العملاء، كذلك كم إيش اسم المنشأة والفواتير المعلقة، إذا في إشعار دائن لسه ما تم استعماله، ما استلمنا المبلغ، أو عفوا ما دفعنا له مبلغ إشعار الدائن أو ما تم تخصيصه، سندات قبض لم تخصص، نلاحظ إنه في 1100 دفعها العميل وحتى الآن ما قدمنا له فواتير فيها، وصافي القيود اليدوية وصافي المبلغ المستحق النهائي لي، مراجعة الأرصدة اللي موجودة. أعمار ديون العملاء، لو أبغى أطلع ديون العملاء بحدد الفترة، مثلا أحدد فترة 31/7 وأقارنها بين الأشهر الماضية، فبحدد 4 فترات، فأنا عندي 4 فترات، أو خلينا نقول حددت 4 فترات يعني سابقة، فعندي تاريخ 31/7 زائد 4 فترات 6 و5 و4 و3، أقدم من الفواتير اللي من قبل شهر 3 يعني جاية في أقدم، هم اللي راح أقفل حساباتهم عندي. فأنا لما أختار الفترات فأنا أقول أول 4 شهور سماح، بعد كذا خلينا نقول هذه من 31/7 30 يوم، هنا 60 يوم، هنا 90 يوم، أكثر من 120 يوم يتم وضعها في البلاك ليست، فإحنا ممكن نتواصل مع العملاء ونقول لهم إنه سيتم التوقف يعني التعامل معاكم من خلال إني أعرف الأقدم. فممكن إحنا نحدد 3 فترات، نقول أقدم من الفواتير اللي أقدم من 30/4 مثل مدرسة الأوائل في 3900 معلقة من قبل 30/4، إذا راح يتم مثلا إيقاف التعامل أو عدم توصيل البضاعة أو غيره. أعمار عروض الأسعار، لو في عروض أسعار مفتوحة حتى ذلك التاريخ تطلع لي في التقرير اللي موجود، غالبا أن عروض الأسعار اللي عندي كلها موجودة، ممكن إحنا نعمل عرض سعر من شهر 1 وأحدد الموقع وكذلك المنتج اللي أبغى أبيعه. فأنا سويت عرض السعر الآن، ونرجع للتقارير لأعمار عروض الأسعار المفتوحة، ونلاحظ أنه يعني يطلع عندي عرض السعر المفتوح أريا 25 حتى 17/8 في 2600 عرض سعر مفتوح. تقرير مبيعات المنتجات، لو أنا حددت المقارنات خلال الأسابيع السابقة، بحدد مثلا 12 فترة خلال 12 أسبوع، بحدد صنف المنتج، ممكن فقط أحدد المنتجات الخاصة بصنف معين مثلا أثاث للمعرض، فبيطلع لي تقرير مبيعات المنتجات كشكل رسم بياني، فنلاحظ مثلا اللي باللون الأخضر مكتب التلفزيون، بعنا في الأسبوع في تاريخ 22/6/1، في الأسبوع اللي بعده 0، وبعدين بعنا 1/0، وبعدين بعنا مرة 6 مكاتب في الأسبوع السابق يعني قبل أسبوع، كذلك مع إمكانية المقارنة بين الأسابيع ومعرفة كم الكميات المباعة من خلال هذا الصنف. هذا لما نحدد الصنف، لو ما أبغى أحدد الأصناف بيطلع لي رسم بياني لكل المنتجات اللي عندي مثل ما ظهر عندي الآن، لكن أفضل إنه إحنا نحدد صنف محدد لمعرفة المبيعات اللي تمت خلال الفترة للمنتج اللي تم اختياره في الصفحة، مثل ما نشوف عندي منتجين في الأجهزة الإلكترونية مع المقارنة للمبيعات اللي تمت. حصص مبيعات المنتجات، نقدر نحدد التاريخ والصنف لمعرفة كم حصص مبيعات المنتجات الشهرية، لاحظ من 1/8 إلى 1/8 تم بيع الكميات
المحددة اللي تم بيعها لكل منتج، مع الرسم البياني اللي يوضح لي أعلى منتج تم بيعه كان شيبس ليز حار، عندي 6 لشنط اللابتوب، 6 لمكتب التلفزيون، فممكن نستفيد من الرسوم البيانية في تقاريرنا. العملاء الجدد، لو أسوي مقارنة من خلال الأشهر السابقة 3 فترات، فبيطلع لي تقرير العملاء الجدد. زاد عندي العملاء ب7 عملاء في خلال الشهر الماضي، و3 في الشهرين قبل شهرين، و0 في الشهر الثالث السابق شهر 5. الفواتير الجديدة كذلك، كيف نعرف المقارنات؟ احنا نفتح المقارنات اللي موجودة وأحدد كم مقارنة وأشوف كم عدد الفواتير الجديدة اللي تمت إضافتها في الفترة، فنلاحظ حتى من 4 6 8 إلى 10 8 في 7 فواتير أضافت، فمن خلال التقرير راح أعرف كم عدد الفواتير المضافة. بالنسبة للتقارير المتبقية مثل حسابات الموردين الدائنين، بيكون نفس الفكرة اللي قلناها في المبيعات لكن للموردين. ملخص مستحقات الموردين، كل مورد كم المبالغ اللي بيننا وبينه مع صافي المبلغ المستحق. أعمار ديون الموردين، نحدد الفترات بحيث أنه إحنا نعرف أكثر من الفترة اللي تم تحديدها. هنا عندي 30 يوم، هنا 60 يوم، أكثر من 60 يوم يعتبرون في أقدم، فممكن أنا يتواصلون معي فلازم أجهز قيمة 18,000 لأني أسدد لأن صرنا متأخرين. كمان عندي أعمار أوامر الشراء، عندي أوامر شراء 2 أمرين شراء مفتوحين مع المجاميع اللي موجودة مع إمكانية المقارنات خلال الشهر وتحديد الفترات، بحيث أني أعرف أمر الشراء نلاحظ أنه قديم من 16,000 أقدم من 17,5، وألف كان فيه في شهر 5 230 أمر شراء متوقف، ممكن أتواصل مع المورد لتوصيل البضاعة. تقرير مشتريات المنتجات، كذلك ممكن أحدد صنف المنتج، وكذلك معرفة الفترات الزمنية بحيث أني أنا أقارن الفترات حسب مثلاً الأسبوع أو الربع. فنلاحظ أنه عندي المنتجات المشترى كانت في 3.80 في 10.8 الأرقام موجودة مثل ما نشوف، وكذلك عندي في 17.8 إذا اشترينا شيء بيظهر عندي في الصفحة. أخيراً عندي في التقارير، عندي تقرير عمليات المستخدمين وكذلك رواتب الموظفين وكشف حساب الموظف اللي مرتبط مع ميزة الرواتب. تقرير عمليات المستخدمين، أي عملية تتم في النظام راح تنعكس في تقرير عمليات المستخدمين، وهذا ينفتح لي الإدارة أو السوبر أدمن فقط حتى الآن، فأقدر أحدد المنتج مثلاً فقط التعليق وأحدد المستخدم وأشوف التعليقات اللي تمت. فنلاحظ أن في عدة تعليقات تمت، لو أستعرض بيطلع لي يخص أي تقرير بالضبط، فأقدر أضغط وأشوف من وين جاني التعليق. كذلك بإمكاني أحدد فقط مثلا فاتورة المشتريات من خلال المستخدم شيماء أو أي أحد المستخدمين الموجودين، مثلا فاطمة حجازي العملية إنشاء، فبضغط إنشاء فألاحظ أن في فاتورة تمت في الساعة 4:44. في الاستعراض نلاحظ أنه رقم الكونتاكت المورد رقم 72، الريفرنس كان فاتورة رقم 74، وحالة الفاتورة أبروفد بقيمة 86,250. فهذا اللي يعطيني إمكانية أنه أشوف إذا صار في أي حذف من خلالها راح يطلع هنا، أو بحيث أني أعرف إذا صار في أي عملية حذف مثل فواتير المشتريات المحذوفة أضغط عليها أشوف رقم الفاتورة وكم كانت قيمتها، بحيث أنه ممكن يجي أحد يقول أنا ما حذفت الفاتورة، إحنا نقدر نعرف هل حذفت هل عدلت من خلال تقرير عمليات المستخدمين مع العمليات اللي تمت في الخاصة بفاتورة المشتريات من خلال الأوقات المحددة بالتواريخ والأيام وكم عملية تمت. فمثل ما شفنا من خلال المستند نقدر نحدد فقط مثلاً إشعار الدائم وأحط بحث، فبيطلع لي كل المستخدمين اللي يسوي إشعار دائم سواء تعديل إنشاء أو حذف، نقدر نعدل العملية من خلال الضغط على فقط تعديل، فبشوف أي تعديل لإشعار الدائم بيظهر لي في صفحة التعديل، القيمة القديمة كم والقيمة الجديدة كم.
تقرير رواتب الموظفين بيعطيني الفترة من 1/1 مثلا إلى 31/7، فأشوف الموظفين اللي عندي كل شهر بشهره، وراح أعرف كل واحد كم راتبه اللي طلع له، فهم عندهم رواتب في يوليو بالقيم الموجودة، بإمكاني أحدد إما صافي القبض أو على الراتب الأساسي والبدلات، وأبحث يطلع لي الرواتب على حسب الراتب الأساسي والبدلات بدون أي خصومات تمت أو يعني مخالفات تمت. تقرير كشف حساب الموظف، نحدد الفترة إلى 31/8 ونضغط على بحث بحيث إنه نشوف تقريري وتقرير كشف حساب الموظف، كم الراتب، كم المكافآت أو خصم أو سلف بيطلع لي في كشف حساب الموظف، بما إنه جاء عندي بالسالب، يعني كان في سلفة تم دفعها وحتى الآن ما دفع لي المبلغ. خلونا نختار كمان مثلا عندي هبة، نلاحظ إن هبة كمان في مبلغ لازم تسدده، وليد يطالبني ب 425 ريال البقية من الباقي من الراتب. كذا نكون انتهينا من التقارير. إذا في أي سؤال أو استفسار بخصوص التقارير والاستفادة منها، أسعد بالإجابة على أسئلتكم.